أهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. بوابة الأهرام أبو ريدة يكشف حقيقة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين. سوبر كورة، المنتخب الوطني يؤدي اليوم تدريبه الوحيد في سوازيلاند. وفد أبو ريدة يحتوي أزمة الجهاز الفني الطبي. أجيري يطالب اتحاد الكورة بإقامة مباريات المنتخب بالدفاع الجوي. تشكيل الفراعنة قبل مواجهة إسواتيني، والجهاز الفني يفاضل بين وردة والشحات للقيام بدور محمد صلاح. الشروق، أحمد علي إصابتي قدر وسأسعى للانضمام للمنتخب مرة أخرى. اليوم السابع التأشيرة بتمنع محمد صلاح مستفر لكرواتيا للعلاج بعد إصابة سوازيلاند. في الأهرام، صلاح يتصدر نجوم ليفربول في تقييم الإنجليز لأفضل الدوليين. الأهرام المسائي، الودية الثانية للمنتخب الأولمبي يواجه الإمارات وتغييرات من جانب غريب. قرر تقديم مباراة مصر وروسيا في أولمبياد الشباب 120 دقيقة. فيتو، عادل عبد المنعم، عشقي للأهلي يمنعني من الانتقال للزمالك. سكاي نيوز، ليفربول يتلقى ضربة ثانية بعد إصابة صلاح. أعس الأسبانية، مشجعو إنجلترا يثيرون الشغف في إشبيلية قبل مواجهة أسبانيا.